بسم الله والحمد لله، ربنا ثبتنا على التوحيد وجعلنا نتبع خطى الرسول الكريم إمام الأنبياء أجمعين عليهم الصلاة والتسليم. وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أني الدين الإسلامي هو الذي ارتضاه مولانا لنبينا عليه الصلاة والسلام، لأنه الدين البشرية من أولى الآخرة ولا يقبل إلا الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. تحبوا لتكروا لتدعوا الإسلام الباطل، وعملوا روحك اسمه عبد الله وراخر اسمه عيشوشة، بيعوا يقولوا عائشة وبرا و و و من أوهام وقع فيها أغلب من يدعوا الإسلام، وفي مقدمتهم بني أمية الملاعين إلا القلة منهم مثال الخليفة الخامس عليه رضوان الله. يقول مولانا: وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم فإن الله غفور رحيم. يعني حالة الاضطرار لو كا دي كونترينت لور دو ديزيت لور دو نيمبورت كال اوكازيون او لوم نا بلو لو شوا كو دو كوميتر ان فورفي. والسلام علينا أهل الإسلام.